جينا اليوم تكميل الوقفات السابقة واللي كانت آخرها في الأسبوع الفارط اللي كانت أمام وزارة الداخلية. هذه الوقفة اللي كانت أمام وزارة تم استقبال تاعنا من طرف كاتب عام وزارة الداخلية، وحكينا له على الخروقات اللي كتعملها اللي كتعامل معنا بها ولاية جهة الدار البيضاء، ونجدد بهذه الخروقات. جينا اليوم باش نكملوا هذه النضال، سلسلة نضالات السلمية المتحضرة، باش نددوا بأن هذه الموبالات، لأن ما كيستقبلوناش، ما كيتم الاستقبال تاعنا في ولاية جهة الدار البيضاء لا من طرف رئيسة القسم، رئيسة المصلحة، ولا رئيسة القسم الاقتصادي، ولا من طرف الكاتب العام، ولا من طرف الوالي. عندنا أكثر من 36 طالب استقبال ديال السيد الوالي دون الجوا، أكثر من 20 طالب استقبال السيد رئيس القسم باش نحطوا معاه نقاط على الحروف بخصوص المعدونية ديالنا اللي غتسلب من عندنا دون الجوا. ديما كيتم المنع ديالنا في الباب ديال البوابة، ما كيستقبلنا حتى شي واحد. جينا اليوم باش نددوا بهذه المبالات بواحد الوقفة اللي هي سلمية محضرة، وتقدر تكون اعتصام، لأن اليوم جينا باش يدار معنا حل، لأن لا يعقل أن عندنا أحكام من الابتدائية حتى المحضر الامتناع وما كاينش اللي قاد يسخن القوة العمومية باش ينفذ هذه الأحكام. عندنا عقود اللي انتهت مدة الصلاحية ديالهم، وما قاد حتى شي واحد يفسخ هذه العقود ويسترجع المعدونية إلى أصحابها. الوالي عنده الحق أنه يفسخ هذه العقود، عنده الحق الصلاحية التامة أنه يفسخ هذه العقود، لأن حنايا بغينا الكريمات ديالنا استقلال يوصل لا للحلاوة، كيف كيقولوا لا للحلاوة، نعم للاستغلال المباشر. ما حنا ما نقدروا ما نديروا، ما عندنا ما نديروا لكم، هذا الشيء اللي كاين أخويا. وحنا جينا اليوم لأن وصل الصير والزوبة، وما غنمشيو من هنا تيدار معنا حل.